اما هلا عفاف انتقلنا لمحطتنا الاخيره ولمساحتنا الطبيه لليوم لنحكي عن الاسنان، وكثير بنسمع عن ضرس العقل ومشاكل ضرس العقل، وفي كثير مثلا مشاكل التهابات قلع ضرس العقل. دائما يمكن بالعيله في عندك حدا في عنده هي المشكله؟ اكيد نحن كلنا عندنا مشاكل ضرس العقل وقت بده ينمى او يطلع، بسبب لنا كمان مشاكل كثير كبيره بيؤدي لخربطه بصفه الاسنان، تلاقي سن قبل سن صار ما ذلك بيؤدي، كمان تلاقي في بيصير في التهابات وقت تشقق لسه بيصير، فكثير من المشاكل يلي بنواجهها وقت بيصير عنا هذا الموضوع الكثير صعب. ولحتى نحكي تفاصيل اكثر معنا اليوم ضيفنا بالاستديو الدكتور محمد ثابت الحسن، اخصائي بتقويم الاسنان. يسعد صباحك واهلا وسهلا. صباحكم يا هلا، يعطيك الف عافيه دكتور واهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه نحكي، دائما مثلا بنسمع انه الدكتور بده يقلع ضرس العقل، شو هي الاسباب اللي بتؤدي لقلع ضرس العقل؟ يعني بيكون في مشكله دائما باكتظاظ الاسنان او المساحه للاسنان؟ طبعا هلا بالنسبه لضرس العقل لازم نعرف اول شيء شو هو ضرس العقل. هو الرحه الثالثه اللي بتظهر، طبعا بتبزغ اخر سن عند الانسان بعمر 17 ل 25 سنة. طبعا هذا السن هو الرحة الثالثة وهو بيترافق مع فترة البلوغ، فلهيك سميناه بضرس العقل، فترة النضوج عند الشخص وآخر فترة نمو للفكين عند الإنسان. هلا ضرس العقل مو بالضرورة تنقلع إلا إذا كانت مسببة مشكلة، مثلا بتجمع اكل او ما بتتعرض للتنظيف الغريزي اللي بيصير باللسان وباللعاب. ممكن يكون ظهورها او بزوغها بشكل مايل او مستعرض وما تظهر ابدا وتضل منطمره، هذا الشيء بسبب مشاكل والام عند المريض مثل ما تفضلتي، التهابات لسه او ممكن رائحه بالفم، ممكن تجميع اكل، ممكن عدم بزوغها الكامل يساوي لنا تواج طبعا، او ممكن دزاز بالفكين يصير المريض ما عاد يقدر يفتح تمه بشكل كامل. هو مشكلته ما بيطلع بوقت محدد، يعني هو ضرس العقل لانه بيطلع فجاه، يعني ما في سن معين. هلا طبعا هي مشكلته احيانا بسن مؤخر، تلاقي الضرس بيطلع بعد سنوات ليطلع الضرس الثاني. ايه هلا هو العمر تقريبا بين ال 17 وال 25، او بيكون اذا ما بزغ بهالعمر بيكون منطمر او بوضعيه شاذه. طيب نحن بالمشاكل اللي بنواجهها اكيد نتيجه التهاب او شيء جرثومي او شيء بناخذ ادويه، نحن هون شو يعني ايمت نحن بنضطر، ذكرت حضرتك انه بنضطر لقلع ضرس بالحالات يلي ذكرتها انت بتؤدي لرائحه بالفم او كذا، بس وقت نحن ايمتى يعني شو هي المشاكل البسيطة يلي بتستدعي انه لا خليه بمكانه نحن ما بدنا نشيله؟ تمام. هلا لما يكون ممكن هي لما تكون هي المشاكل فينا نتداركها نحن من خلال تنظيف، او ممكن النخور بالاسنان السن اللي قبله اللي هو الرحه الثانيه، او بضرس العقل نفسه، او ممكن فقدان الرحه الثانيه، ممكن نحن نستفيد من ضرس العقل نتركه لحتى نستفيد منه، اما هو بينسل بشكل تلقائي في حال كان العمر المريض صغير، او ممكن نستفيد منه نعمل جسر ونعوض عن مكان الرحال المفقوده. طيب هو بيعمل فشكله للاسنان، تلاقي الاسنان دخلت بعضها بيقولوا لك نتيجه انه طلع عندي ضرس العقل، هون نحن لازم نشيله ولا نخليه بمكانه ونركب تقويم؟ تمام. هلا بالنسبه لموضوع الازدحام اللي بيصير، طبعا هو الازدحام مو بالضروره يكون من الضغط اللي بيسببه ضرس العقل، الا اذا كان بزوغه بشكل كثير شاذ، او ممكن يكون في عندنا مشكله بالاساس اللي هي ضيق بالفك. ضيق بالفك صحيح، ضيق بالفك تبع المريض. هلا بهالحاله هي نحن بدنا ندرس الحاله من خلال الصور، ممكن الصور البانوراميه للفكين والصور الجانبيه، واخصائي التقويم طبعا هو اللي بيحدد هالشيء هذا، يعني نحن لازم نعمل استشاره وعلى اساس الطبيب ممكن يقرر انه هل يمكن ابقاء دراسه العائلة او شيله. طيب خلينا نحكي عن ضرس العقل وقلعه، يعني كثير من الناس بتخاف من عمليه قلع الضرس، احيانا ممكن يحتاج لعمل جراحي واحيانا لا، شو المقومات بتقول لا هون راح يكون في عمل جراحي هون قلع بسيط؟ تمام. هلا بالنسبه هلا لما يكون البزوغ بشكل كامل ويكون السن تقريبا يعني يكون تاج السن او جزء الظاهر منه الخارجي بازغ بشكل كافي لحتى يقدر الطبيب يقلع السن، هون ما بنحتاج لجراحه، بيكون القلع كثير بسيط ما بيسبب اي رد. طبعا هذا يعني هون نحن بكون المريض حتى لو جزء كبير
يعني احيانا بيقول لك في جزر الضرس كبير يعني هون هلا الجزر كان حجمه الطبيعي. هلا نحن ضرس العقل بشكل عام كمان ممكن يترافق بشذوذات بشكله التشريحي وبشكل صحيح. جذوره هذا الشيء يعني شيء مختلف تماما. هلا نحن الحالات اللي بنلجأ فيها للجراحه هي لما يكون منطمر السن او ما بازغ بشكل كامل او ممكن يكون في عظم فوقه او احيانا بتجينا حالات بيكون ضرس العقل بوضعيه مستعرضه هون بيكون بسبب ضغط على الرحل اللي قبله وبيساوي لنا وجع ممكن حتى بالليل او وجع لبي للسن ممكن نحن طبعا بهالحاله هي ممكن نحتاج لتجزئه السن وفصله لاكثر من جزء لحتى نقدر نطلعه. طيب هون شو هي المخاطر يلي بتواجه الشخص اثناء شيله لهذا الضرس؟ هلا نحن طبعا ضرس العقل بسبب موقعها انه بزاويه الفكين العلوي والسفلي فهي قريبه على مناطق تشريحيه كثير مهمه مثل الجيب الفكي على الفك العلوي والعصب اللساني والعصب الفك السفلي على الفك السفلي. طبعا هلا نحن اثناء القلع الجراحي او في حال كانوا جذور قريبه من هي المواضع التشريحيه ممكن الرد او الضغط القوي اللي ممكن الضغط اللي بسببه الطبيب اثناء القلق يعمل رد او اذيه للعصب. طبعا بحالات قليله كثير احيانا الضغط كمان الشديد ممكن يساوي كسور بالفك كمان بنسب قليله او كسور بجزء من العظم المحيط بالسن نفسه. ذكرت خلال حديثك دكتور عده حالات لا ضرس العقل ممكن اساسا يطلع بطريقه مختلفه مايل او ياثر على الاسنان اللي جنبه او ضمور. لما نقول ضمور وضمن اللثه هي نسمع عنها احيانا انه تم شق اللثه وقلع ضرس العقل احيانا بيطلع مش كامل، هون شو هو اسبابها؟ هلا اهم الاسباب هي ضيق بالفك نفسه اللي صار فيه الانطمار. احيانا بيكون يعني البزوغ الغير سوي له او بوضعيه شاذه هو اللي سبب لنا هالمشكله. في مرضى احيانا بنسب قليله ممكن يكون عندهم رحى رابع كمان يعني ممكن يكون عنده اكثر من ضرس عقل، طبعا هدول توضعهم ممكن يسبب انطمارهم. هي اهم الاسباب اللي في ممكن يكون وراثي. لما نقول ضيق بالفك بتلاقي عند العيله كلها كمان بيلعب دور. هلا طبعا اكيد هلا بيقولوا انه من زمان كان نحن ضرس العقل ما يسبب المشاكل اللي بيسببها اليوم. صحيح. لانه بسبب الاطعمه طبيعه الاطعمه اللي كانوا يتناولوها يعني العالم اللي قبل او عبر التاريخ فكان لا كانوا ياكلوا اطعمه اكثر قساوه فانه هي تؤدي فكانوا يستخدموا المضغ عندهم قوي بشكل اكبر فكانوا يتوسع الفك اكثر. يا دكتور اكيد المريض بيواجه صعوبات خلال هي العمليه، مو العمليه الجراحي الا الضرس بيواجه صعوبات كثير، فكمان الدكتور بيواجه صعوبات، خبرنا عن هي الصعوبات اللي بيواجهها الدكتور مع المريض اثناء القلع. تمام، هلا بالنسبه للطبيب الصعوبات هي بتكون لما يكون ضرس بوضعيه شاذه مثل ما قلنا. هلا طبعا الخبره والممارسه هي بتلعب دور كثير كبير، التصوير اللي بالعياده الصوره البانوراميه والتصوير واخذ فكره عن حاله المريض قبل العمل ودراسه الحاله بتلعب دور كثير كبير بتسهيل الاجراء الجراحي. مرقت عليك حالات خطيره؟ هلا طبعا في كثير حالات بتكون مثل ما حكينا بيكون ضرس العقل قريب على الاعصاب او مناطق تشريحيه. طبعا دراسه الحاله هي اللي بتساعدنا بهالشيء هذا. بالنسبه للمريض في شغله كثير مهمه انه كثير عندنا من المرضى ما بتلتزم بالتعليمات اللي بيعطيهم اياها الطبيب مثل هي الامتناع عن التدخين، المشروبات الساخنه، امتناع عن المضمضه مباشره بعد القلق. كثير من المرضى بيعملوا عكس ما بيقول لهم الطبيب وبيعتبروا انه الدواء هو الشيء الوحيد اللي ممكن يساعدهم بالشفاء. طيب دكتور بالختام كونك اخصائي تقويم اسنان خلينا نعطي بعض النصائح لكل الناس اللي عم يتابعونا حول مشاكل ضرس العقل. بعض النصائح هي دائما بيقولوا لنا استشاره الطبيب هي المرجعيه، بس كمان بوضع الغلاء المعيشي والتكلفه بدنا بعض النصائح كمان لكل الناس.
تمام. هلا بالنسبه لموضوع درس العقل، اذا بدنا ننصح الناس طبعا اكيد بننصحهم بالتنظيف الجيد والمضمضه. طبعا التنظيف لازم يكون يعني ياخذ وقته الكافي المريض وهو عم يقوم بعمليه تفريش بفرشايه تكون جديده او اشعارها غير تعريفيه. هلا هذا الموضوع هو اهم موضوع. بالنسبة للأمور الثانية هي بتكون يعني ما بيقدر المريض يقوم فيها، لازم استشارة الطبيب، لازم فحص دوري مثلا كل 6 شهور أو سنة حتى لو كان الشخص ما بيعاني من مشاكل. طبعا بالنسبة للأهالي اللي عندهم أولاد طبعا يعني الاستشارات الطبيب كمان كتير مهمة، حتى لو الطفل ما كان عم بيقول لاهله او انه عم بيوعيهم لهالشيء، هذا لازم هن بشكل تلقائي يكون عندهم درايه بهالمواضيع. يعملوا تشيك للطفل كل فتره وفتره. تمام. بدنا نتشكر وجودك معنا وشكرا لكل النصائح اللي قدمتها. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه. دكتور محمد ثابت مراد، اخصائي بتقويم الاسنان، اهلا وسهلا فيك. يا هلا.